معروف انك لو رميت كرة وريشة مع بعض الكرة هي اللي هتنزل الاول، بس ازاي ممكن نخلي الكرة والريشة ينزلوا مع بعض في نفس الوقت؟ ومسألتش نفسك برضو ليه الكرة نزلت قبل الريشة الاول؟ ممكن تفكر زي ارسطو وتقول ان الكلام ده حصل بسبب ان الكرة اتقل من الريشة، لكن لو بتفكر كده يبقى انت تفكيرك غلط، وده لان الموضوع ملوش علاقة بالكتل ولا ان ده اتقل من ده، ولكن ده بيعتمد على مقاومة الهواء للاجسام اثناء الهبوط. يعني لو مفيش هواء مفيش مقاومة، ولو رميت اي جسمين مع بعض هينزلوا مع بعض في نفس اللحظة. وده كان تفسير جاليليو. وتأكيدا على كلام جاليليو، قامت وكالة ناسا بإجراء تجربة على سطح القمر. لا مش انت طبعا، انت بتسألني ليه على سطح القمر مش على الارض؟ ما انا لسه قايل لك ان لو مفيش هواء مفيش مقاومة، وعلى القمر مفيش هواء يعني مفيش مقاومة. وفي التجربة ديت قام رائد الفضاء ديفيد سكوت بإسقاط ريشة ومطرقة في نفس الوقت، والاثنين نزلوا مع بعض في نفس اللحظة. وعشان نتأكد اكتر، البي بي سي قررت نفس التجربة من حوالي 7 سنين، لكن المرة دي التجربة كانت على سطح الارض، والتجربة دي اتعملت في غرفة محكمة الغلق ومفرغة من الهواء، وبرده الكرة والريشة